ازيك يا حاج احمد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه اخبار اللحمه والعجول؟ اخبار زي الفل كلها، بس هي الاسعار غاليه شويه برضه على دخله العيد كده. عرفني كده على اسعار العجول، وعلى هل في ليها انواع او ملهاش انواع؟ لا، هو كل العجول كلها جايه من وجه قبلي، والسعر موحد 85 و 170. 85 اللي هي الذكوره. و 75 75 الكيلو الحي. تمام، واللي هو الدكوره والنوتي ب70. والنوتي ب70 ده على مستوى المصري يعني. التليفونات دلوقتي الاسعار كلها مناسبه لبعضيها، مفيش غير فرق النقل بس. يعني في الصعيد بس ممكن يقل 2 جنيه عشان النقل. تمام، ودي عجول بلدي مصري؟ كله بلدي مصري. مصري من وجه قبلي. وجه قبل الصعيد. مفيش حاجه بتيجي من بره، من السودان كده؟ لا، هو في بتيجي حاجات من بره، بس انا بشغلش. انا قصدي الاسعار ديت اسعار البلد اللي هي من وجه قبلي. ايوه، لكن اللي بيجي من بره مثلا من السودان بيبقى اسعاره ايه؟ لا، ما اعرفش، ما عنديش خلفيه. بيقل برضه يعني، مش بيقل عن كده. البلدي برضه بيبقى ازيد شويه. ليه بقى بيقل عن كده؟ ما الجوده بقى، ودي حاجه كله بيرغب اللحم البلدي. قصدك المرعى يعني بتاعه؟ المرعى. كله بيبقى مختلف. بلدي وواجي ابني بالاخص. المرعى العلف بتاعهم كويس. المرعى بتبقى مختلفه هناك في السودان، فعشان كده بتقل. لا يعني غير المستورد خالص، يعتبر السودان غير بلدي. وتبقى عجول كل الجزارين بتاعت مصر بتبقى عجول واجي ابني. واسعار الخرفان ايه؟ الخرفان من 85 جنيه لغايه 90 جنيه. 85 لغايه 90 جنيه. تمام. طب عرفنا كده على الشخص اللي داخل يشتري، على الناس بتقبل اليومين دول على شراء العجول والخرفان والاغنام بصفه عامه، ان هم يشتروا الاغنام. عرفنا الناس تعرف الغنم الكويس من اللي مش كويس ازاي؟ يعني الناس بتنقي ازاي؟ الخروف البلدي بيبقى باين، غير الخروف اللي سارع في الشارع والكلام ده. بيبقى باين ريحته حلوه وشكله حلو، التاني بيبقى شكله مش كويس يعني. وطعمه برده مش هيبقى كويس. تمام. غير اللي واكل غله ومونه غير اللي بيبقى واخد غله من الشارع والكلام ده. احنا ما بنجيبش غير من الصعيد. تمام. كل المرعى بتاع الصعيد. تمام. يعني انت دلوقتي لما بتحب لما حد بيجي يشتري مثلا، بشوفهم ان هم بيبصوا على الوش، على السنان، على حاجات معينه كده. بيبصوا على السنان. السنان لو صغيره بيبقى لبني، بيبقى سنه صغير، بيبقى صغير. لو السنان الكبيره دي بيبقى كاسر، بيبقى عجوز يعني. بياخد سوا في وهو بيسويه، بياخد سوا. وفي اقبال ومن دول مع غلاء الاسعار؟ لا مش قوي يعني، زي كل سنه يعني. في غلاء اسعار، والدولار في تعويم للدولار، والبنك المركزي الامريكي على سعر الفايده وكده. غلي برضه مش زي كل سنه. الحاجه غليت برضه قوي. السنه اللي فاتت كان ب 60، السنه دي ب 75، ففرق كبير برضه قوي. تمام. ما شاء الله. طيب حابب تقول لنا اي معلومات جديده احنا ما نعرفهاش؟ يعني مثلا في انواع، انا شايف في ابيض، في رمادي، هي دي تهجين بس، في الوان يعني مثلا ده ابيض في اسود، بس كله من وجه ابني. ابيض في اسود، وده اسود اللي قاعد على الارض. مثلا وده كله بلدي جوه من وجه ابني. كله طب ايه الالوان ديت يعني؟ هو بيبقى ايه؟ لا مهجن بس، لكن كله بلدي، كله اكل بلدي وعلف بلدي. طب كويس، شكرا جزيلا. ماشي. شكرا جزيلا يا عم احمد، ربنا يخليك.